يعني بفهم انه ما في لكم اي دعم؟ من هين الدعم يا استاذ راشد؟ بالعكس، نحن احيانا بنتكلف وبنحط من جيبتنا. طيب شو رايكم باني انا اكون السبونسر تبع الحفله اللي عم تحكوا عنها؟ عفوا استاذ، بس كيف هيك؟ مثل ما سمعتوا، انا مستعد اتحمل تكاليف الحفله كامله بما فيها الاعلان. بس استاذ بتعرف في مشكله؟ بدك تقولي انه هاي الحفلات ما بتجيب مصاري، صح؟ صح. وانا ما بدي مصاري اساسا، عم فكر بانه نعمل هاي الحفله مجانيه بشويه اعلانات، ممكن يجينا ناس اكثر. انا بعرف انه في ناس كثير بحبوا يسمعوا هذا الفن الراقي، بس الخبر ما بيكون واصل لهم. مزبوط هذا الحكي، بس استاذ راشد انت هيك رح تتكلف، وانا ما بعرف قديش بيعني لك هذا الشيء، وخصوصا انه ما رح يكون في اي مردود مادي. يا سيدي مو بس هيك، لا تقبلوا الحفله الا باحسن مسارح الشام، شو رايكم؟ شو ليه هيك عم تطلعوا بعض؟ مالكم مصدقين؟ لا عفوا استاذ، مو القصد، بس الموضوع بالنسبه لي هو موضوع مزاج، وانا ما بتفرق معي باي شيء طالما بحقق لي متعه السماع للشيء اللي انا بحب اسمعه. هذا من جهه، من جهه ثانيه على الاقل بفتح الطريق قدام ناس موهوبين عم بيتعبوا على حالهم مثلكم.